تحية لكم انتم تبعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي امين. جيتكم بنهار جديد وفيديو جديد. هذا الفيديو اللي هو خاص ديال الدكه اللي قال لي اول مره غندير معاكم شي فيديو، وانا باركه باركه بحالك. المهم بغينا نحيدو من الروتينات شويه ديال العروبيه وديال هذا. كتشوفوني الفرحه باينه على وجهي ياك، شارك معاك هذا الفيديو وشارك معكم الفرحه ديالي. وجيت نبارك للناس العزاز، الحبيبه ناديه خديجه اختها في الباديه، كنقول لكم مبروك السياره، مبروك الطوموبيل الجديده لا فواتير مبروك مبروك مبروك، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه والرزق وطول العمر ان شاء الله يا ربي. والعقوبه للرونج، علاش لا العقوبه للرونج؟ علاش بنادم خوت ما يكونش قلبكم عاوتاني حاقود؟ لا علاش تكتي هادي وكنتي درتي الطوموبيل؟ علاش درت طوموبيل جديده؟ علاش؟ شوفوا ربي كبير، ربي هو اللي كيعطي، ولا عطاك العاطل لا تحرط لتواطل، لا عطاك الله لعب مع الدوم يقلع لك والو، الله هو اللي كيعطي. راه الله ما كيخلق حتى كيرزق، كل واحد كيعطيه الله على قد نيته على قد قلبه الزوين. هما دوك الناس مزيانين، راني مشيت عندهم شربت معاهم الطعام شحال من مره، مشيت عندهم جوج ديال المرات ولا ثلاثه، والله ما عقلت والله ما عقلت شحال من مره مشيت عندهم. ومستاكر راه كي كتشوفوا داكشي اللي كتشوفوا في الفيديوهات راه هو اللي كان في الواقع، ما كانش التصنع. وكيبين لك شي حاجه مورا الكاميرا، كيبين لك شي حاجه قدام الكاميرا عاوتاني مورا الكاميرا حاجه اخرى، لا داكشي اللي كتشوفوه هو اللي في الواقع. وكنقول لك الحبيبه ناديه مبروك عليك، والعقوبه للرانج، علاش لا العقوبه للرانج؟ وتمشي تبع في عين السيخ ايه ناديه الرانج، اي 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 شوف ربي كبير اخواتي. حنا كنضحكوا، حنا مسيرين محلاش مخيرين. واش هي كانت ناويه واحد النهار مسكينه غيكون هاد اليوتيوب غدير قناه غتخدم عليها غتخدم على المحتوى ديالها غدير الطوموبيل غتصوب؟ راه ربي كبير، الله بغاهم هذوك الناس، الله عطاهم على قد القلب ديالهم النقي قلبهم الابيض. والعقوبه لخديجه وعزيز، علاش لا تهما باش يدويرها الطوموبيل؟ علاش لا تهما؟ ربي كبير. وعقوبه لسميتو المريم الحبيبه مريم متمنى عين البداويه، العقوبه راه ان شاء الله تخرج من السجن ان شاء الله يا ربي في عام قريب قبل رمضان ان شاء الله، وتكون ان شاء الله من هنا رمضان تكون في الحضن حاضنه فاطمه الزهره بنيتها وليداتها دايرين بها وراجلها، ونشوفها ثاني في الدويره ديالها وترجع داك المحتوى ديالها الزوين. ها مريم كتشطب، ها مريم راده كطيب على الكانون، ها مريم الله يطلق سراحها يا ربي امين. حنا كندعيك معاك مريم، اقسم بالله راه ماشي غير قدام الكاميرا، شوفوا خوتي راه ماشي قدام الكاميرا، ديما في كل صاله فين بركو ناكلو نهضروا بها، هي لا هي ولا منعم ولا زهير. حنا منعم وزهير كنشوفهم على طريق الفيديوهات، ما عمرني مشيتهم فاس فاس، واخا مشيت شحال من مره ما عمرني تلاقيتهم. ولكن مريم راني دخلتني اخوتها لدارها ومشيت عندها مسكينه والله كتبني، يلا كتبني في الدويره ديالها وباقا هكاك الغايص والدنيا مرونه، وقالت لي الحبيبه ديالي جيتي في هاد الظروف ما تستاهليش تجي عندي وانا في هاد الظروف. قلت لها شوفي مريم، قلت لها انا راه شفتك في هذا وعارفه كل شيء، قلت لها حنا راه غير ولاد باديه، قلت حنا غير ناس بساطة على قد الحال. ومشيت عندها مسكينه ودخلاتني وشطبت مسكينه وقادات وقادات لي الميده وجدتها لي مسكينه، ناضت تبارك الله بكري وجدت الكيكه وجدت لها مسمن الزيتون بيض مسلوق، جابت لي من الكرموس الباكور، حنا كنقولي الباكور ديك ديال الكرم اللي كيديروا به الشريحه، حنا كنقولوا ليه الكرموس، حنا في بلادنا الكرموس هو داك الهندي ديال الشوكولا كنقول ليه الكرموس، هكا كنقول ليه الباكور، هما كيقول ليه الكرموس. جات لي مسكينه غير مع جارتها، قالت لي راه جات لك غير مع جارتي مسكينه، وفرحت بيا هذيك البنت وشربت معاها الطعام. وجا لي واحد الكومونتير من هذا السجنات دخلت للسجن، قالوا لي علاش الدوكا اللي مشيتي عند مريم دعماتك ما عمر خرجتي بشي فيديو؟ راه خوتي اقسموا بالله راه ما كتزيدوا فيديو، راني كنت كل فيديو كنداعي معاها، كل فيديو كنداعي معاها كنتفكرها وكنداعي معاها في كل الوقت، كنكون داركن على الميده وكانوا بناتي وكنداعيو معاها والله القاسم، كنداعيو الله يطلق سراحها، لا هي ولا منعم ولا زهير الله يطلق سراحهم، بالخصوص هي مسكينه عندها الوليد والطريبيا الدري ما عارف والو مسكين. ان شاء الله يا ربي من هنا لرمضان تصوم ان شاء الله رمضان يلقاها الشمل ديالها مجموع وحاضنه مسكينه وليداتها وراجلها حداها، ونشوفوا ثاني الروتينات ديال رمضان. الله يسهل العقوبه لاتي ان شاء الله تخرج من السجن وتشرب الطوموبيل، وعادي حسن مريم غدير الطوموبيل، مريم ان شاء الله حتى هي غدير الطوموبيل، علاش لا؟ كلشي قرب عند سيدي ربي، على حقاش هذيك البنت قلبها ابيض
كتبغي الخير وظريفه ظريفه ظريفه، غير هذيك الظرف سبحان الله العظيم، ماشي غير في الفيديو تقسم بالله، ما كتشوف عندها مباشره وتشوفوا، راه ما تغلطوش اخوتو، ما تحكموش على شي حاجه من البعد تقولوا لا راه غير قدام الكاميرا بنادم كيتصنعوا، لا راه هذاك الشيء اللي على نسالها على قلبها، على نسالها هذاك الشيء على قلبها على نسالها. هي بحال هكاك هذيك البنت هكا طيبه، الله يجمع شملها مسكينه، والله يطلق سراحها يا ربي، وهاد العواشر ورمضان على الابواب، والعقوبه خديجه يا يسرى، علاش لا تما نشوفو يا يسرى تايسايق الطوموبيل بامها وباها، علاش لا، كلشي غير بعد سيدي ربي، الله ما كيخلقتك يرزق ولا عطاك، الله ما عاد العبد ما يقلع لك، شوف الله اللي كيعطيك والله اللي كيقلع، قالك لا عطاك العاطي لا تحرط لا تواطي، ربي كبير وفضله كثير، اي حاجه ممكن عند سيدي ربي، حنا مسيرين حناش مخيرين، على اللي بغينا حنا، الله هو اللي كيعطي، الله ما كيخلقنا حتى رزقنا ومكتب ليناش نهار اش غنموت وفين غنعيشو وفين غنموت وفين غندفنو، واللي مكتبان لينا هنا راه كندوزوها في الدنيا، وخا نقول علاش حنا هذيك توقع ليا ولاش توقع ليا، ربي مكتب علينا النهار اللي تزدنا من الكرش ديال الام ديالنا ملي كنتخلقوا في هاد الدنيا، احنا قابلين على داك الوضع، قابلين عليه وراه عارفين وغادي يدوز علينا، والحمد لله نشكر الله كي كيعطينا حاجه زوينه وكنفرحوا بها، الله الله شوف الله هادو كنفرحوا، خاصه نفرحوا حتى بالحاجه الخايبه عطانا الله، الحمد لله ونشكروه، الله كيعطيك واحد الحاجه كيعطالك واش بغيت نقول لكم، كيعطيك يشوف واش تا سميتو واش تا تقبل ديك الحاجه، كيعطيك ابتلاء، واحد الابتلاء كيعطالك الله، الا قبلتي وحمدت الله وشكرتي وقلتي حمدتك يا ربي وشكرتك، تفرج عليا دير فرج الخير وتعفو عليا، وهذا بديتي كتبكي وكتغوت هذا راه ربي غيزدك حاجه اخرى، الله كيعطيك واحد الحاجه غير بسيطه في الدنيا ابتلاء من عند الله، يوم نتمنوهم الله ان شاء الله يا ربي تخرج مريم وتكون شي عطله ان شاء الله، وغادي نمشي وندي لها الهديه، علاش ندي لها كادو نمشي نبارك لها الخروج ديالها الحريه ديالها ان شاء الله، مريم غتعتنق الحريه خوتي ان شاء الله عام قريب، الله يسهل عليها يا ربي امين، والله خوتي ملي كتبدا تبكي البداوي كنا كنضحكوا، ولكن ملي كتبدا تبكي كتبكي لها صراحه الله، واحد الفيديو اللي كتبكي فيه البداويه وكتقول مريم مريم راك خليتي عين السخاويه بلا بك، مريم مريم راه معت عين السخ كحله بك، ولا بغيت هذاك الفيديو بغات نطلعو مع تفرق لها فيديو تنلايفات بزاف ان شاء يمكن في اللايف، عرفتي بقيت نبكي خوت الشوف ورا الشوف، قال لها اختكم دوك مابقاش كتشوف بس بهذا السبب، كيجيو بناتي كيلقاوني ديما كندخل طالقه اللايف تاع البداويه وكنبكي طالقه الفيديوهات وكنبكي، قالوا واش تما فيما نجي وقلت واش دير التليفون وكتبكي، انا بغيت نقول لكم اخوتي راه وقع ليا انا شي مشكل ما كنبكيش سبحان الله، كنبكي داخلي في قلبي، ما كنبكيش في واحد الصدمه من شحال هذا ما كنبكيش، ولكن اين فوا كنشوف شي حد كيبكي ولا كون داخله بلقى شي فيديو ولا شي حاجه كنتاثر وكنبكي، والله العظيم كنتاثر وكنبكي، ايوا الحمد لله على كل حال، والله يطلق سراح كل مسجون، والله يشافي كل مريض، واللي ما عدوش الله يجيب ليه، واللي عدو الله يزيدو، واللي خارج الطريق الله يهديه، وهاد رمضان راه رمضان اخوتي على الابواب، ونتمنى من القنوات كاملين اكثريه منهم ما باغينش التنازل ما باغينش الصلح، علاش كيشوفوا هاد الفيديو هاد الموضوع ديال البداويه وبناء عائله البداويه غلا قعدوا وتصالحوا وداروا التنازلات بعضياتهم وخرجوا كيشوفوهم عندهم بالنسبه لهم خساره، باغين يجبدوا السين تيطولوا ويديروا مسلسل ديال سامحيني ما كرهوش يبقوا واحد 6 سنين و5 سنين باش يبقى ياكلوا طرف تاع الخبز، خوتي راه البداويه دعمت ما فيه كفايه، كل قناه دايره 500 درهم على 500 درهم ويتعاونوا مع البداويه وجمعوا شي بركه، وتاهي البداويه جمعت هي شي بركه ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ومشوا عند السيده راه مضرور كاملين مضرورين، انا محيده ما نجي على هادو ولا على هادو، راه بجوج هذيك السيده تا ما تكرفصوا الكلينيك اخوتي راني انا مجربه، راه البريفي راه كتنتفوا في البريفي عارفين الدواء والتلفازه ديالو غاليه والسكانيرات والدواء والليله وهذا، وحتى الناس تا هما مساكن المسجوجين تا العائله بجوج متضرين، ماشي غير فاتحه عائله فاتحه القراويه ولا عائله من البداويه، هما اللي مضرين بجوج العائلات بجوج مضرين، وانا متاكد راه اقسم بالله لو كنا تشوفوا اختي هذيك نعيم البادي وكانت كتغوت معصبه والاخرى تاهي، اقسم بالله راه الخاوت حيت انا مجرب الاخوه، راه خط عيط في اتساع وتغوت وتعير ودير اللي دير، راه غيتشوفوا كيف غيتشافوا مباشره، غادي نتعانقوا وغادي نبكيو وتصفى الخواطر وتصفى القلوب، هادشي هو اللي كان الله يدير شي تهاوت الخير يا ربي امين ويتصالحوا ان شاء الله، دابا كاين بعض القنوات كتقول لك حنا لا الى حد فيك اجد الصلح نوض قنوات هاي 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 ما باقيش الصلح يكون نهائيا،
ابغى هذا الموضوع يتجبد يتجبد يتجبد، حيت هما خساره بالنسبه للقنوات، خساره على صالحتنا عين ما خسها. الله يدير شي تاولة الخير يا ربي وتصالحوا وترجع ليا لمجاريها، وراه بنادم يمشي يخدم تبارك مع ناعمه كتخدموا بها ولا فاتح، راه الله بنادم يخدم يدير المحتوى يمشي يخدم على المحتوى ديالو، وراه حتى شي يكون تصالحوا ناعمه تصالح ويدير واحد البوز ثاني فين غيطلع الطوندونس. والله انا كنقول لك انا ناعمه البدويه والله عظيم ثاني دار الصالح، الصالح من هنا ندو الحاولين نجيبو هذا الذبيحه نحتفلوا نحتفلوا بمريم تايم اللي تخرج، عاوتاني منعم زهير عارف بنادم ما سميتو البوز، البوز مش عندنا البوز عادوك الناس خاصها تبقى في السجن وحنا هما مشدودين وحنا ناكل موراهم الخبز، لا الله يدير شي تاوي للجميع يا ربي امين. وهاد العواشر وكنقول لكم مبروك 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 والف مبروك 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 مبروك، الله يسهل عليكم يا ربي امين، الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم الله يجيب لكم التيسر، الله يجيب لكم اللي فيها الخير. والسلام عليكم اخوتي، انا فرحت والله العظيم ملي شفت نادي، لا فرحت 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 انا قلبي ابيض، ماشي مع نادي مع كل شيء، اي واحد شرى شي حاجه ولا شاف شوف دار ليها جابو وراتها لي ولا شرى شي حاجه كنفرح انا بحال انا خلقني الله هكا دوكا لي جابوها لي وقلبها ابيض وكتبغي الخير للناس قبل ما تبغي الخير راسها. يلا بسلام عليكم اخوتي، وما تنساوش ديما اللايكات ديالكم وتفعيل الجرس اللي ما بقاش كيتوصل بالجديد يطلع عنده الاشعار ديال الفيديو، عاودي دير ديزابوني وخرج ويعاود ابوني فعل الجرس سمحوا لي اخوتي ضربني شويه البرد سمحوا لي بزاف كتجيني واحد الشرقه ما عرفت اخوتي واش من الكواط، مازال ما درتش التحاليل ديال الكواط، كنكون داويه هوك ولا تعصبت ولا دويت كتوقع عليا هذا المشكل، كتجيني واحد الكحبه كيمشي ليا الصوت والله العظيم. اي والله يجيب الشفاء لكل واحد. يلا اخوتي بسلامه عليكم.